عليكم. I'm Professor Ali Hassan التميمي وهذه محاضرتنا اليوم. أهلا وسهلا بكم. Liver Pathology هي الجزء الأول من أمراض الكبد والمرارة والبنكرياس على الجوجل ميت. أهلا بكم طلبتي الأعزاء. و Liver and Biliary Tract Disease من الأمراض الشائعة في مجتمعنا. راح نقسمه إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالليفر ديزيز أو هيباتيك ديزيز، والجزء الثاني نخصصه إلى البيلياري أند بنكرياس ديزيز أند باثولوجي. ندرس بالإضافة إلى ستركتشر ليفر أند ستركتشر أسوشيتد الكبد والأعضاء الأسوشيتد بالجاسترو انتستينال تراكت كستركتشر. كذلك راح نشوف هذه الأشياء والستركتشرز ومنين التكوينات مالتها. راح ندرس الماكرو ستركتشر and مايكرو ستركتشر of the liver، يعني الليفر اللي نشوفها بالعين المجردة والأجزاء الليفر اللي نشوفها نحتاج نشوفها بالمايكروسكوب، نسميها ماكرو ستركتشر and مايكرو ستركتشر. هذه المايكرو ستركتشر، هذه نقصد بالمايكرو ستركتشر كيف تتكون التركيبه اللي نقدر ننظر لها بالمايكروسكوب، ونشوف التركيبه الدقيقه، للليفر لوبيولز الى المكونات الكبديه، كذلك راح ندرس خلايا الكبد وكيف متكونه ضمن اللوبيولز، سواء في المنطقة المركزية سنترال أو سواء بالبورتال أريا. وراح نسأل بعض الأسئلة اللي نعتبرها كويز وتنشيط للدراسة. مثلا هنا نشوف وين هو السنترال فين، هذا هو السنترال فين أو غير شيء، هذه همين راح نشوف شنو الأشياء. والمايكرو ساتلايت يعني المايكرو ستراكشر بالليفر، شلون المايكرو ستراكشر متركب الليفر الهيكليه الاركيتكتشرز، سواء الهيباتوسايت، سواء البايل داكتيول، الكفر سيل، هذه كلها راح نشوفها. والزونال اريا زونيشن اوف ذا ليفر، وبعدين ما هو كيف يكون عمليه الميتابوليزم، العمليات الايضيه الخاصة البيلوروبين، وما هي الكلاسيكال بالنسبه الى تكوينات البيلوروبين، وما هي انواع البيلوروبين الكونجيجيتد اند ان كونجيجيتد برو. بعدين راح نشوف بعض الاشياء اللي هي مثلا الابصفار، مرض الابصفار او نسميه جاندس، كيف يكون بريهيباتيك، هيباتيك، بوست هيباتيك، هذه راح نمر عليها وراح نناقشها. كذلك راح ندرس الاشياء التشخيصيه، التشخيصات المرضيه للليفر، سواء المختبريه لابراتوري، سواء المايكروسكوبيكال اللي بالمايكروسكوب والهيستوباثولوجي والنسيج، او سواء بالاشعه راديولوجيكال دايجنوزز مهمه الراديو. بعدين راح ندرس البايوكيمستري، التحليلات الكيميائيه بالبلوروبين والانزيمات والالبومين والكلوتينج فاكتور، شنو علاقه الليفر بهذه الامور. بعدين نسوي اسسمنت لابراتوري اسسمنت، نقول مثلا هذا الشخص عنده ليفر فيلر، وهذا عنده فقط انجري، وهذا عنده فقط اوبستراكشن، فهذه نسميها اللابراتوري اسسمنت. وبعدين راح ندرس البايوبسي، الهيستوباثولوجي اند بايوبسي، كيف الفزع النسجيه. وبعدين نتطرق الى الاكيوت ليفر ديزيز اند هيباتايتس، مرض الامراض اللي تصيب الكبد، سواء الفيروسيه او سواء غير الفيروسيه، نسميها هيباتايتس. فهذه كلها راح نتطرق عليها في محاضرتنا، وراح نشوفها سواء هيباتايتس اي، سواء هيباتايتس بي، هيباتايتس سي، اكو انواع عديده. والكبد، امراض الكبد مهمه جدا لانهم مهمه لحياه الانسان. كذلك نشوف تاثيرات الكحول على الهيباتايتس، الكحول كيف يؤثر، الكحوليات والخمور كيف تؤثر على الكبد، وسواء
تسوي له امراض الكبد. كذلك الادويه العديده الدراجز كيف تؤثر على الكبد، تقسم من عندها وتسوي امراض الكبد. وبعدين نشوف البليري اوبستراكشن لما يصير انسداد، وراح نتطرق لكل هذه الامور بالاضافه الى الامراض المزمنه بالكبد والهيباتيك كرونيك هيباتيك انجري. فاهلا وسهلا بكم بطلبتنا الاعزاء، ارجو انه تكونون سامعيني طلاب وطلاب كل واحد. اهلا بسجاد، يا مرحبا، وكذلك غفران. يا مرحبا، كل واحد يقول اسمه. سجاد قال اسمه بعد غفران والبقيه. سجاد خبرهم يدخلون بالجوجل ميت حتى نراجع المحاضره سوي تستفادون. تمام شكرا جزيلا. راح نراجع المحاضره سويه بالجوجل ميت حتى تستفادون. دزلهم خبر، انا كتبت لهم بالتعليق وموجوده بالهذا، افضل يستفادون هم. فاهلا وسهلا بكم الطلاب الاعزاء، يا مرحبا بكم. وراح نشارك اليوم بمحاضرتنا على الجوجل ميت، وراح تكون محاضرتنا، المحاضرة اللي راح نعطيها لكم تشمل الليفر باثولوجي، أمراض علم الأمراض والأمراض التي تصيب الكبد، صحيح الكبد جزء، لكن الكبد مهم في دراستنا للجهاز الهضمي. والآن جاي نشارك الصورة بالجوجل ميت على المحاضرة مالتنا اللي هي أمراض الكبد. الكبد نسميه ليفر، والأمراض اللي تصيب الكبد نسميها ليفر ديزيز، نسميها ليفر ديزيز. فأرجو أن تكونون وياي نقرأ كل احنا الليفر ديزيز. والليفر مثل ما نعرف هو واحد من الأعضاء المهمة للجهاز الهضمي، من ضمن الجهاز الهضمي اللي هو الليفر، جزء من الجهاز الهضمي اللي هو الليفر. وفي دراستنا الليفر لازم نعرف الأشياء الكثيرة اللي تخص الليفر. فإذا هذا هو الليفر، الكبد. والهيباتو يعني كبد باللغة اللاتينية القديمة، هيباتو نسميها كبد، فنسميها هيباتيك ديزيز يعني أمراض الكبد، أو ليفر ديزيز، الكلمة ليفر معناها الكبد باللغة الإنجليزية، هيباتيك معناها الكبد باللاتيني. فإذا هذه هي، جاي نشوف الصورة، لازم نتعرف وين مكان الكبد بالليفر، وين في جسم الإنسان، في منظومة الجهاز الهضمي. This is the liver. جاي نشوف هذا. This is the liver. And liver associated with organ of gastrointestinal tract. أكو علاقة إلى مباشرة مع بقية أعضاء جهاز الهضم. ونشوف كل الأوعية الدموية، هذه blood vessels، كل الأوعية الدموية اللي تطلع تلم الأشياء من ال gastrointestinal، تمر بالكبد عبر اللي نسميه بورتال فين حتى يتم الى التصفيه الكامله بالبورتال فين، حتى يصير في ميتابوليزم، حتى يكون هناك تكمل عمليه الميتابوليزم. اهلا بطلبتنا الاعزاء، يا سمعوني ممتاز، بارك الله بكم. وشفتوا طلعت العرض بس اتاكد من عندكم انه انتم شايفين. اي مشتغل دكتور، هي الصوره قدامنا من الكبد والجهاز الهضمي. ممتاز، الصوره قدامكم جاي تشتغل جيد جدا. هسه اريد من عندكم الشباب كل واحد يقول اسمه، يتفضل يقول اسمه مثل ما سجاد قال اسمه، والهذا الجهاز الهضمي قلنا هو عبارة عن الليفر. جاي نقرأ اليوم الليفر
ليفر ديزيز، ليفر ديزيز باثولوجي اوف ذا ليفر، وقلنا الليفر نسميه ليفر بالكبد بالانجليزي ونسميه هيباتيك، هيباتيك هيباتيك ديزيز معناها امراض الكبد. والكبد يتصل بجهاز الهضمي، يتصل بالجهاز الهضمي من خلال الاوعيه الدمويه، خاصه الفينز اللي تسحب الدم، اللي تسحب الدم من كل من ال من ال المعده، من الكولون، من ال من الاستومك، من كل ال من كل ال الاجهزه، من الاليوم، وتجتمع ويعبر بالبورتال فين حتى يقوم بتصفيه حتى يقوم بتصفيه الدم. وتشوفون هذا راح تنزل لكم، هذه الصوره راح تنزل لكم الصوره اللي هي يراويك البورتال فين وكيف انه تلتقي به كل ال كل الاوعيه الدمويه الوريديه، سواء جايه من الكولون او جوا او او سواء جايه من الاليوم، وهكذا كلهن يمرن كلهن يمرن يمرن بالليفر. فهو هذا هو يكون ينظف المواد اللي تسحبهن، بالاضافه الى انه اذا صار مرض بهذا البورتال سيستم راح نشوفه كيف راح ياثر على بقيه الاعضاء، كيف راح ياثر على بقية. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه. عافيه، اهلا وسهلا بكم مره ثانيه، ومحاضرتنا اليوم على الليفر ديزيز. المحاضره راح تكون على الليفر ديزيز، نسميها الليفر ديزيز يعني امراض الكبد، او نسميها هيباتيك، او نسميها هيباتيك ديزيز، اثنيناتهن صحيحات. فاول مره ذكروا اساميكم. دكتور العفو، بس اسمي نغمة سالت محسن. اي نعم نعم اهلا. بس العفو انه الجاشه ما معرضه، ماكو شيء هسه انا عارف الشاشه وجاي تطلعون انتم كلكم قدام، ما عندي مشكله، بس انا هسه جاي اشوفكم، انتم جاي تشوفوني وجاي تشوفون الطلاب. اي بس العرض التقديمي لا، العرض التقديمي هسه رجعت للشرح. نعم خلنا افهمكم على الجوجل ميت شلون. اكو عرض الشاشه اللي نطلع احنا كانه المحاضره، انا وياكم محاضره، هذه المحاضره. ومن اقول لكم راح ادخل على عرض تقديمي او راح ادخل على محاضره مال فيديو، راح اقول لكم راح احولها الى هسه احنا بالمناقشه الحضوريه، يعني انا اشوفكم وانتم تشوفوني، هذا القصد. هسه الان نبدي، من اقول لكم تحولت على نعم من اقول لكم تحولت على بي دي اف، محاضره البي دي اف، واشرح لكم ذيك الساعه انا احولها واقول لكم جاي تشوفون لما جاي اشوف. هسه المهم انا جاي اشوفكم. الاسماء قولوا لي الاسماء، نغم قالت اسمها، بعد الاسماء الشباب قولوا اسماءكم. ممتاز رسل، بعد منو الشباب حتى هم نعرفكم الشطار. نعم ممتاز هدى، ممتاز. البقيه شباب بنات، عافيه. نعم كملوا، اريدكم الكل ينضمون. ممتاز ممتاز ممتاز، حتى هذه كانه محاضره، يعني انتم اروح لكم، انتم قاعدين بغرفكم وهذا الشيء ما عندكم مشكله، تنقطع الكهرباء عندنا مجال نواصل، بس اهم شيء تفتهمون. بعد الطلاب تذكرون اساميهم. ممتاز سجان. بعد الاسماء، المهم ياو، المهم كلكم دخلوا، حتى لانه هو هذا الغيابات على هذا، الغيابات عليها على الحضور مالتكم بالجوجل ميت، يطلع ويندز للكليه، وهذا الكليه تشرف عليه والوزاره كذلك تشرف عليه رجاء. فاذا محاضرتنا اليوم، محاضرتنا ما هي محاضرتنا سجاد؟ حول ايش المحاضره؟ سجاد على الليفر. ممتاز، فاذا محاضرتنا على الليفر اللي قلنا عليه انه الليفر ديزيز. وامراض الكبد كثيره وراح تشوفوها بحياتكم العمليه. والليفر ديزيز متاتي بالاساس انه لازم احنا نعرف شويه على شيء من الاستراكشر مال الليفر. الليفر متكون من فصين، فص ايمن وفص ايسر. كذلك الليفر مهم جدا في حياتنا، مهم جدا في حياتنا. كل الميتابوليزم بالجسم هو يقوم بها الليفر، ميتابوليزم الافعال الايضيه كلها هي مسؤول عنها الميتابوليزم، يعني كل المواد السامه راح يوخر تاثيرها السيء هو الكبد الليفر. كذلك الدراجز اللي ناخذها راح يصير بها الميتابولايت بالليفر. المواد اللي نهضمها وناكلها ونمتصها راح تمر بالكبد حتى يسوي لها ميتابوليزم، حتى يسوي لها ميتابوليزم. فاذا اي مرض يصيب الكبد
يعني مو مثل المرض اللي يصيب الايد الصبع، او مرض اللي يصير عندك فشيه خراج او معين كذا، راح ياثر، نسميه سيستميك افيك، راح ياثر على كل انحاء الجسم. فمرض الكبد من الامراض اللي تاثر على كل انحاء الجسم. ونعرف بحياتنا العمليه، يعني احنا شايفين، انتم شايفين امراض الكبد من كنتوا اطفال ولحد الان. على سبيل المثال، شايفين كلكم الاصفار، اليرقان واحده من اسبابها هي اسباب امراض الكبد. شايفين كلكم امراض الكبد الفيروسي اللي هو موجود بمجتمعنا ومر علينا كل احنا. سامعين انتم كلكم على تاثير الكحول على الكبد وكيف يعمل على تليف الكبد. فاذا كل الكبد موضوع مهم، موضوع مهم مو بس على المستوى الطبي وإنما على المستوى العام. فجدير بالذكر أنه نتعرف في الشيء ويظل ببالنا عن الكبد. فإذا راح نشارك الآن، راح نشارك في ال بي دي اف حتى أنه تقدرون تشوفون أنتو، حتى تقدرون أنتو تشوفون المشاركة. فاذا الان جاي اشارك، قلنا هذا هو الكبد. اذا جاي تشوفون وياي طلاب، ممتاز. هذا هو الكبد. ومثل ما قلت لكم علاقته بالاجهزه الجهاز الهضمي خاصه القريبه من عنده. نشوف كل الاوعيه الدمويه الوريديه اللي هي نسميها البورتال سيستم، تسحب الدم خصوصا بعد الامتصاص، بعد امتصاص الغذاء تسحب الدم وتدزه عبر البورتال سيستم الى الكبد حتى يتم تصفيته ومن ثم يتم معالجته. فنشوف هذا هو الكبد اللي امامنا، هذا الكبد، وهذا هو الاستومك، هذه المعده، هذا الطحال او السبلين، وهذا هو القولون، هذا جزء من القولون. هنا مسوي له سكشن حتى نشوف هذا قسم من القولون. وهذا اذا القولون هو الامعاء الغليظه، وهذا هو الامعاء الدقيقه اللي نسميها الاليوم. ونشوف الاورده من كل الاليوم تسحب الدم، تمتصه، يصير به امتصاص ويدخل الى الجهاز اللي نسميه بورتال سيستم، حتى المواد الممتصه تذهب الى من تذهب الى تذهب الى الكبد ليعمل على تصفيتها، يعمل على تصفيتها وتكوين الاشياء المفيده، بعدين تندز الى الجسم بصوره عامه. فاي مرض يصيب الكبد راح ياثر على كل الجسم، لان هو معمل الميتابوليزم بالجسم. اللي اهم شيء جاي نشوفه انه الكبد هو اكبر لارجست فيزيرال اورجان، يعني هو اكبر عضو بالجسم، عضو داخلي بالجسم، يعني اكبر من القلب، اكبر من الامعاء، اكبر من كلهم. هو الكبد ويتقسم من فصين، ومكانه بالجهه اليمنى بالرايت هايبوكوندريوم. وين مكانه؟ بالرايت، بالجهه اليمنى من البطن، من الجهه اليمنى من البطن، هو موجوده من الجانب الايمن من منطقه البطن موجوده بها الليفر. ويتكون الليفر مثل ما قلنا من رايت لوب واحد، الكبير هو الرايت لوب والصغير نسميه ليفت لوب. يعني الكبير هو الكبد، الفص الايمن، الفص الايسر هو اصغر يكون. وبعدين نشوف البورتو هيباتس، ما نسميها البورتو هيباتس، هي عباره عن بوينت، هي النقطه اللي يصير بها انتري الليفر فور هيباتيك ارتري، يعني المنطقه اللي يدخل بها الشريان الكبدي، كذلك يدخل بها الوريد البوابي، يصير بي اند اكسس بوينت فور هيباتيك داك. هذا نسميه، اذا هو هذا نسميه بورتو، نسميها البورتو هيباتس، المنطقه اللي يطلع ويدخل من عندها، يطلع البلاد فازل. ما هي الاوعيه الدمويه اللي تزود الدم؟ مهمه، يزودها الشريان الكبدي، هيباتيك ارتري. ونشوف الدم مثل ما قلنا، يسحب الليفر، يسحب الدم مالته من كل، بواسطة البورتال البوابي، بواسطة الوريد البوابي يسحب الدم، يسوي له درينج من كل الجهاز الهضمي، مثل ما شفناه. وبعدين الليفر والسينيسويد، هذه
الاوعيه الصغيره اللي نسميها سينيسوج راح تسوي لنا درينج. وين راح يصير يعني هذا الدم اللي انسحب كله؟ مثل ما قلنا هذا الدم اللي انسحب كله وين راح يصب بعدين؟ بما يسمى بالانفيرير فينا كيفا. فاذا هذا هو الكبد، هذا جاي يشوفون هذا الكبد جاي يشوف الكبد متكون منين؟ من فص ايمن وفص ايسر. هذه الفصوص تتكون من تكون اللوبيولز، هذه نسميها اللوبيولز. هذه على مستوى ما تنشاف على مستوى العين وانما تنشاف بالمايكروسكوب. هذه هي تركيبه الليفر، نسميها الهبا اللوبيولز. واللوبيولز متالفه من الخلايا، هذه الخلايا الصغيره هي خلايا الهيباتوسايت، نسميها الهيباتوسايت. فاذا الهيباتوسايت شلون مترتبه؟ نشوف تركيبها شلون مترتبه على باتجاه السينيسويد. هذا السينيسويد وهذه الخلايا الكبديه، مئات الخلايا الكبديه مترتبه بشكل جميل جدا. هذا الشكل مالتها باللوبيولز ومسويت لنا زونال ارينجمنت. وهذه المنطقه نسميها هذه كلها بالعين نشوفها تحت المجهر، هذا راح نشوفها تحت المجهر. هذه نسميها السنترال اريا اللي سنترال، وهذه البريفرال، هذه البريفرال نسميها البورتال اريا. شوفوا هذه البورتال اريا السنترال بها بس السنترال فين، هذا هو السنترال فين بالمركز. هذا احنا ماخذين ويج سكشن، يعني ماخذين حلزوني، مقطع حلزوني. هذا السنتر وهذا الخارجي. فاذا بالخارج اكو ثلاث اشياء، اكو ارتري واكو فين واكو بايل داكت. فهذا هو المقطع اللي راح نشوفه وراح نشوفه مره ثانيه كذلك. طلاب وياي يعني هسه الان شباب. ممتاز. نسوي مراجعة بسيطة. شنو افتهمتوا عن الموضوع؟ كبد يعني بصورة أولية، الكبد شنو؟ الكبد يتكون من فصين أيمن وأيسر، رايت لوب وليفت لوب. رايت لوب هو سمول صغير، وليفت لوب هو الكبير. ممتاز. ويجمع يعني بالدم من عدة أجزاء من الجسم. ممتاز. وبعدين يتفرغ بالانفيرير فينا كافا. ممتاز. بعد أريد تعليق آخر حتى لو إعادة أو إضافة أو كذا، يعني همين أريده أسمع من عندكم بوجهة نظر، يعني تفضلوا. منو بعد يريد يعلق على الموضوع؟ يعلقون الشباب على الموضوع. فإذا هذا هو نعم أسمع نعم. هو اللي يزود لنا الدم ويكون لنا فصين. ممتاز. الليفت لوب والرايت لوب، يكون الرايت هو الأكبر من الليفت. ممتاز. وعندنا شرايين اللي تزود لنا الهيباتيك أرتري والفيريار فينا كافا والسبلينك فين. ممتاز. وماذا عن الأمراض اللي ذكرناها اللي قلنا منتشرة بالمجتمع وكذا، إذا أحد يذكر لي على الامراض وتجربته؟ التهاب الكبد الفيروسي. ممتاز. التهاب الكبد الفيروسي. بعد من الامراض اللي تعرفوها مثلا بالكبد، مثل اي الامراض تعرفوها؟ ذكروا لي طلاب احد. تفضل. تشمع الكبد دكتور. نعم، تشمع الكبد من الامراض المنتشره، تشمع الكبد، وهو هذا المرض نسميه مرض مزمن. امراض الكبد قسمين، دائما ببالكم تخلون قسمين، قسم نسميها امراض حاده acute liver disease. يعني شنو acute liver disease؟ يعني انا اقول لك مثل واحد طفل رأسا صار عنده التهاب الكبد الفيروسي، هذا شو نسميه acute، امراض الكبد الحاد، هذا امراض الكبد الحاد liver disease. اذا واكو امراض على سبيل المثال اكو امراض مثلا احد يشرب الخمر بين فتره وفتره راح يصير عنده التهابات، وبالنتيجه راح يصير عنده تليف بالكبد، هذا شو نسميه؟ مزمن لوحاد. شو نسميه تليف مزمن لوحاد؟ المرض هذا نسميه مزمن كرونيك ليفر ديزيز، ونسميه سيروسز. يعني من الامراض المزمنه هو تشمع الكبد اللي ذكره سجاد.
فاذا هذه امور جدا مهمه، وراح نرجع الى المحاضره ونكمل محاضرتنا ننتبه عليها. ممتاز طلبه، اشوفكم يعني فشي ممتاز، اشوفكم فشي ممتاز. فاذا عرفنا على تركيبه الليفر، عرفنا اوليات على كيف تكون الزون، هذه هي المايكرو، نسميه مايكرو ستراكشر، يعني مايكرو نشوفه بالمايكروسكوب، مايكرو ستراكشر. هذا الستراكشر هو مؤلف من الاف الالاف من هذه اللوبيولز، واللوبيول مؤلفه من الهيباتوسايت، والهيباتوسايت هي الوحده الفعاله اللي تشتغل وتؤدي العمليات الايضيه بالجسم، يعني هذه نسميها الهيباتوسايت. ونشوف هنا الحقيقي، هذا هو، هذا قلنا اللوبيول، هذا نسميه اللوبيول، شوفوا هذا هيك تركيبه اللوبيول، وشوف هنا هذا حقيقه هذا اللوبيول مال الكبد، هذا كل وحده من عندها، فالكبد مؤلف من الاف من هذه اللوبيولز بتركيبه يعني هندسيه عاليه من البيولوجي بهذا التركيب، مؤلف كله من هذا التركيب، هذا نسميها المنطقه البورد، هذه المنطقه البريفرال اريا، هذه البريفرال اريا والبورتال اريا، وهذه شو نسميها السنترال اريا، السنترال اريا، وهذن هن خلايا الكبديه اللي سميناها هيباتوسايت. هنا سنترال فين، هذا موجود هنا بس وعاء دموي واحد سنترال فين، بينما ماذا موجود هنا نسميه بورتال تريد، يعني تريد يعني ثلاثي، شنو موجود؟ يعني موجود شريان وموجود وريد وموجود بايل داكت، البايل داكت يعني نعرفها من اسمها هي اللي تنقل البايل، تنقل الصفراء، لان الصفراء مادة الصفراء البايلز، هذه مادة الصفراء تصنع خصيصا بالكبد، واضح؟ فاذا هذه نسميها بورتال تريد اللي متالفه من مثل ما قلنا من artery vein and duct هذا نشوف هنا هذا الليفر، هذا الليفر وهذه السنترال اريا بالليفر، وهنا مسوين خزعة نسجية، كل مريض اذا احتاجينا انه شكينا بالليفر وما قدرنا نشخصه نسوي له بايوبسي، فهذا نشوفه هذا هنا بايوبسي مسوين وصابغينه بالهيماتوكسيلين اند ايوسين، وجاي نشوفه سلايد ويسالنا هنا سؤال يقول من هو السنترال فين؟ ويتش وان از ذا سنترال فين؟ فهذا يجوز واحده من الاسئله اللي تجيكم صوره ونقول ويتش وان اوف ذا سنترال فين؟ فهذا هو السنترال فين، هذا هو بس شيء واحد طالع هو هذا السنترال فين لا اكثر، هذه المنطقه هو سنترال فين، يعني شنو؟ الوريد المركزي هو نسميه سنترال فين، واللي يكون بالسنتر هذا هو السنترال فين. ونشوف هذا نسميها المايكرو ستراكشر اوف ذا ليفر، شوف هذه خلايا الليفر، نشوف هذه خلايا الليفر شلون ترتيبها، خلايا الليفر هذه المنطقه المركزيه، وهذه المنطقه الاخرى نسميها البورتال، المنطقه المحيطيه يعني المنطقه البورتال الخارجيه، هذه المنطقه يعني صايره خارج الزون يعني بالمحيط الزون، هذه سنترال بالزون مثل ما قلنا هنا بها وريد واحد سنترال فين، بس هنا شنو موجود؟ هنا موجود غير شيء، هنا موجود ارتري، هذا ارتري تشوفونه باللون الوردي، هذا ارتري زين، وهذا فين، هذا فين، وبعد شنو موجود؟ ودكت، فاذا موجود ارتري وفين ودكت اللي هو دكت يعني بايل دكت يعني قناه صغيره، أقنية صغيرة من الأقنية اللي تحمل الصفراء، هذا تحمل الصفراء، وهذا السنترال فين متصل بالبورتال فيل، وهذا هو الأرتري، وهذنهن خلايا اللي هي الهيباتوسايت. أحد يذكر لي يقول لي بس بالكبد بس اكو خلايا الهيباتوسايت؟ لا، خلايا الهيباتوسايت هي خلايا الكبد المهمة لتؤدي الوظائف الكبدية، وظائف الجسم يعني الوظائف الأيضية، يعني هي المعمل وين؟ المعمل بالخلايا الكبد الهيباتوسايت. اكو خلايا أخرى مثلا الكوفر سيل، هذه خلايا نسميها كوفر سيل، هذه هي بالحقيقة فخلايا نسميها ديفينس سيل، خلايا دفاعية، والهواجبات أخرى
يعني مثل كريات الدم البيضاء، مثل كريات الدم البيضاء نوع المونوسايت. قلنا كريات الدم البيضاء واحدة من أنواعهن، واحدة من الأنواع من عندهن نسميها المونوسايت. من هذني بالكبد يسموها الكوفر سيل. شوف هذه الكوفر سيل، هذه الكوفر سيل مهمة، وهذا قلنا السينيسويد، هذا السينيسويد. فالكبد فيه خلايا مهمة، أهم خلايا الكبد هي الخلايا، خلايا الكبد الرئيسية اللي نسميها هيباتوسايت، بالإضافة إلى خلايا أخرى اللي هاي الخلايا النجمية، مثل هي عبارة عن ماكروفيت، نسميها كوفر سيل، نسميها كوفر سيل. فإذا الآن شفنا تركيبة الكبد. الكبد يصير بيه الميتابوليزم. يعني ما هو الميتابوليزم؟ يعني الميتابوليزم يعني شلون يتحول الهيموغلوبين، هذا الهيموغلوبين اللي من الخلايا اللي تموت من الار بي سي، يطلع الهيموغلوبين. كيف انه يعيد الهيموغلوبين ويحوله الى بيلروبين؟ هذا عمل من الاعمال نسميه الاعمال الايضيه، الفعاليات الايضيه. فواحده من نشاطات الكبد هي ميتابوليزم اوف بيلروبين. البيلروبين هو ماده الصفراء، وماده الصفراء هذا البيلروبين البايل مهمه جدا في عمليه هضم المواد الشحميه، هضم المواد الشحميه. الليبيد ماتيريال تحتاج هضمها الى الماده الصفراء. ماده الصفراء تطلع من الكبد، يصنعها الكبد. وين تنخزن؟ تنخزن بالمراره، البايل الجول بلادر. واضح؟ فاذا واحده من الميتابوليزم هو تصنيع البيلروبين. تصنيع البيلروبين منين؟ من الهيموغلوبين. شو يسوي لنا؟ يصنع لنا اياه ويمر بمراحل. المرحله الاولى راح يصير هيماتو، الهيموغلوبين يتحول الى هيماتين، والهيماتين بعدين يتحول الى باي فيردين، وبعدين الباي فيردين يتحول الى بيلروبين عبر عمليات كيميائيه. هذه العمليات الكيميائيه نسميها ميتابوليزم. وين تصير؟ تصير في الخلايا الكبديه، في الهيباتوسايت. وجاي نشوفها وين مكانها؟ مكانها بالهيباتوسايت. كل خليه كبديه تقوم بهذه العمليه. واحده من العمليات مالتها هي الهيموغلوبين ميتابوليزم، حتى يطلع لنا البيلروبين، حتى يطلع لنا البيلروبين. وجاي نشوف هنا المعمل اللي صنع لخليه الكبد، كيف تصنع لنا وتطلع لنا البيلروبين، ماده البيلروبين الصفراء. واكو نظريتين، المهم احنا اللي علينا بانه تصنيع الميتابوليزم يصنع لنا البيلروبين، تصنيع البيلروبين، هذه ماده البيلروبين. والبيلروبين اللي ينتج الجسم يكون نوعين، واحد نسميه دايركت، حتى تشوفون من التحليلات ان شاء الله بالمستقبل اذا تمر عليكم، تشوفون البيلروبين مباشر نتيجه اكو كميه من البروبين، بيلروبين مباشره، يعني بيلروبين الماده الصفراء، ازيد عنده الماده الصفراء تطلع، واذا طلعت كميه كبيره يصير يرقان، حتى بالعين تشوف لونه اصفر لونه. فهو موجود نسبه بسيطه بجسم الانسان بالدم، اذا ارتفعت راح معناه عنده فد شيء مرضي. والبيلروبين نوعين، واحده نسميها دايركت، واحده نسميها دايركت نسميها كونجيجيتد اور دايركت، والثاني نسميه ان كونجيجيتد اور اندايركت. الاندايركت اور ان كونجيجيتد هو عباره بسبب بانه اكو الاريثروسايت جاي يصير بها ديستركشن، الاريثروسايت جاي يصير بها ديستركشن. نتيجة ارتفاع البيلروبين الصفراء، إذا ارتفع بالجسم نسميه الحالة نسميها جندس. يعني جندس يعني عنده يرقان أو أبصفار، سواء كبير صغير. كيف يبين؟ يبين من عيونه يصير صفرة، السكليرة تتلون لون أصفر، كذلك وجهه يصير أصفر، يديه البياض مالتها من جوا تكون أصفر، يعني يشخص سريريا أنه هذا عنده جوندس. ويشوفون بعدين نقوم بما هو اسباب هذا اليرقان، ويكون سببه اما اشياء امراض اللي هي ما قبل دخول الدم الى الكبد نسميها بري هيباتيك، او سببه داخل الكبد نسميها هيباتيك، او سببه خارج الكبد نسميها بوست هيباتيك. فاذا ثلاث انواع
من ثلاث انواع من اليرقان، اما بري هيباتيك، بوس هيباتيك، اور هيباتيك، كبدي، ما قبل الكبدي، ما بعد الكبدي، ثلاث اشياء. ويكون هو الجوندس البيلروبين اما دايركت مباشر، الجزء المباشر هو مرتفع، او اندايركت، او احيانا اثنيناتهم دايركت اند اندايركت. الكبد نحتاج الى فحوصات خاصه حتى نشوف الامراض اللي تصير به، فنسوي له لازم لابراتوري اسسمنت، يعني تقييمات مختبريه وتحليلات مختبريه حتى تكشف لنا عن امراض الكبد. قسم من هذه التحليلات هي تحليلات بايوكيمستري، نسميها بايوكيمستري، يعني مثلا نسبه الابصفار بالدم، البيلروبين بالدم، هذا بايوكيمستري. اكو لا تحليلات اخرى نسميها سيرولوجي. سيرولوجي يعني الكشف عن المضادات، عن المضادات الحيويه، يعني عن الكشف عن الانتيبودي، كشف عن الانتيبودي، هذه نسميها اميونولوجي اور سيرولوجي، هذه انواع اخرى من التحليلات. تحليل ثالث نسميه هيستوباثولوجي، حتى نشخص الكبد احيانا نحتاج الى خزعه نسجيه، ناخذ من خلال نيدل معينه تدخل الى الكبد وتنسحب وصله صغيره جدا من نسيج الكبد ونفحصها، نسميها هيستوباثولوجي. تحليلات اخرى نستفاد من عندها في الكبد ومهمه جدا هي التحليلات الشعاعيه، الراديولوجيكال دايجنوستس. هذه التحليلات الشعاعيه جدا مهمه حتى نعرف بها امراض الكبد، مهمه جدا حتى نتعرف على امراض الكبد من عندها. فاذا نسوي تحليلات كيميائيه، تحليلات كيميائيه مثلا عن شنو؟ عن البيلروبين اذا مرتفع، نشوف نسبته الانكونجيجيتد اند كونجيجيتد، الدايركت والاندايركت. كذلك لازم نفحص بالبايوكيمستري، نشوف الانزيم، الانزيمات تطلع نتيجه مثلا احد عنده امراض كبديه، تطلع عنده ارتفاع بالانزيمات، من الانزيمات هاي ال تي اي ال تي اي اس تي جاما جي تي، وهذه كلها تحليلات مختبريه تفحص لك عن الانزيمات. مو بس هذه الانزيمات، مو بس من يصير امراض كبديه تطلع، وانما حتى احيانا بامراض القلب هم لازم، واحتشال العضله القلبيه والجلطه القلبيه كذلك تطلع انزيمات نعرفها انه هذا انزيمات الكبد تكون مرتفعه. كذلك لازم نسوي فحصه الالبومين، هذا الالبومين، فحصه الالبومين نشوفه طبيعي او غير طبيعي. فحوصات اخرى، فحوصات كبديه، هي فحوصات تخثر الدم، البلاد كلوتينج فاكتور. البلاد كلوتينج فاكتور هذا مهم، لانه هذا اذا قل معناه الدم ما راح يصير بي تخثر، ونعرف كثير من المواد يصنعها، كثير من المواد وخاصه الكلوتينج فاكتور تصنع في الكبد. هذه وحده من النتائج اللي نشوفها، راح تشوفوها مثلا بالمستشفيات، جاي يطلع لك نتيجه مختبريه للدم. مثلا احيانا يقول لك هنا اكو ليفر فيلر مثلا، حتى يفسر لك التحليل، هذا اكو تحليل يفسر لك التحليل شنو هذا. من طلع مثلا على سبيل المثال الالبومين نسبته الطبيعيه من 35 الى 50 جرام بير لتر، جي بير ال، جرام بير لتر، من 35 الى 50، اذا طلع ضمن هذا النطاق فهو طبيعي. لكن مثلا اذا طلع غير شيء لازم عندك تفسير. كذلك مثلا البروثرومبين تايم، البروثرومبين تايم هذا مهم، اذا صار خربطه بالبروثرومبين تايم معناها عنده فشل كلوي. بروثرومبين تايم اذا طلع غير صحيح، يعني نتيجه غير طبيعيه، احتمال عنده ليفر، عند الليفر صاير عنده فشل. النورمال مال بروثرومبين هو اقل من 15 ثانيه، اقل من 15 ثانيه. عندك مثلا الالكالاين امينو ترانسفيريز، هذا معناها عندك هيباتو سيلولار انجري، عندك تكسر كامل وكبير وين؟ بالليفر. هذه التحليلات احنا ما نحفظها مو لاجل الحفظ، لا، وانما لاجل انه يشوفون اكو تحليلات
وراح تعرض عليكم بالمستشفيات، وعندكم تعرفون ايش قد الكنترول، ايش قد هو الطبيعي. اذا ارتفع يزيد يسوي له اشاره الى الاعلى، واذا انخفض يصير له اشاره الى الاسفل. والاجهزه الحديثه تفسر لك انه هذا الانتربريتيشن، يعني تفسر هذا اذا طلع كذا عند ليفر فيلر، اذا طلع مثلا الالكلاين امينو ترانسفريز اللي هي اي ال تي نتيجه معينه، هذا معناه هيباتوسيلولر انجري. اذا طلع مثلا الالكلاين فوسفاتيز نتيجته عاليه، معناها عنده انسداد وين؟ بالبلياري، بالدكت اللي تنقل البايلز، بلياري اوبستراكشن. البيلروبين اذا صار عنده ارتفاع بالبيلروبين عالي، معناها عنده انجري، تكسر في الكبد، هيباتوسيلولر واضطراب كبدي. فاذا عندك كثير من التحليلات راح تمر عليك بالمستشفيات، راح تمر عليك من داوم وكذا، تعرف راح تصير بالفورما مال المستشفى وفورما مالت الجهاز، وشوف لازم تعرف ايش قد النورمال وايش قد الحدود العليا للطبيعي، وهذا اذا طلعت غير طبيعي ماذا تعني؟ هل تعني انه هذا الانسان عنده فشل كلوي؟ هل تعني عنده بس اضطراب كلوي؟ هل تعني عنده انسداد بالبايلز، انسداد ب مسير الصفراء بالجسم، او انه فشل كلوي وهكذا. فهذه ضروري انه تتعلموه، ضروري انه تتعلمون هذا الموضوع. طلب الاعزاء ارجو ان تكونوا وياي، واريد تعقيبات على اللي سمعناه شباب على مناقشه للمحاضره، اريدكم مناقشه للمحاضره. تفضلوا ناقشونا على disease of the كبد، يعني أمراض الكبد. تطرقنا إلى بعض الأمراض، تشخيصات، فحوصات سريرية، فحوصات مختبرية، شلون تركيبة الكبد، ما هي قسم من الأمراض اللي تمر عليه. فأريد مناقشة، كل طالب يذكر لي فد كلمة عن الموضوع حتى نتواصل سوية وتكون العملية أكتف. تفضلوا أسمعكم شباب، من يتكلم وياي؟ دكتور عندنا واحد بالروبين، عافية، معروف بالعامية أبو صفار. نعم صحيح، يبين من شحوب الوجه والعين. ممتاز، عدة لون الأصفر. ممتاز، فهذه لازم إنه تنتبهون لهذه الشغلة. إذا أحد من زملائكم صارت في هذه الشغلة، في إنه يجوز ما منتبه على روحه، فهذا احتمال إنه جاي ينصاب ابو صفار وما يدري، حتى ينتبه يرتاح. كذلك بالمنطقه، بالعائله، بالشيء. يعني انتم اطباء المستقبل، اكثر الناس يشوفكم اكثر ما يشوف المستشفيات، والعالم تخاف من المستشفيات هذه الايام خاصه. فانتم النصيحه فشيء انسانيه، يعني انسانيه، استخدموا العلم اللي مالكم، تعلمون الناس وشافوهم. نعم صحيح كلامك، ممتاز ممتاز. هناك اكثر تقريبا 5 انواع من التهاب الكبد الفيروسي، الاي نعم. والدي والسي والبي والاي، وعد اعتقد السي من اخطر انواعه. ممتاز، انواع عديده من امراض الكبد الفيروسي نتيجه فيروس امراض الكبد الفيروسي. من اعراضه، نعم، اعراض مال التهاب الكبد الفيروسي، حمى، نعم. تعب، نعم، ألم بالبطن، فقدان بشهية، غثيان والقيء. صحيح، ممتاز، هذه هي الملاحظات الصحيحة على التهاب الكبد الفيروسي. أريد طالب أو طالبة أخرى هم يشاركون ويانا. ممتاز سجاد، ممتاز، بارك الله بك سجاد. بعد طالب وطالبة ويانا، يعني أنا الطلاب راح يكونون يعني فشي إكسلنت اللي هم نتائجهم إن شاء الله. نتائجهم طلعت، النتائج مالتكم شفتوها؟ شفتوا النتائج مالتكم؟ ان شاء الله خير وان شاء الله بركه وتفرحون بيها. طلعت نتائجكم، شفتوها بالمنظومه لو بعد؟ دكتور ما قاعد تفتح. تفتحهم لازم يفتحوها، بس انا نتيجتكم كلها زيانات، كلها زين. واللي يشوف انه قسم من نتيجته يعني خاف، انا معظمكم ماخذين 30 من 30، ومعظمكم اللي يشوف اي شيء انا همي الحاضر يكتب لي ويدز لي واشوف اراجع اي شيء انا حاضر. اللي يمي اشوفكم طلاب ممتازين وتستاهلون
يعني واحد التعب وياكم يفيدوا إلى ثواب مثل ما يقولون، لأنه تنقلون المعلومة الصحيحة للمجتمع وتمارسون الطب بصورة صحيحة، فالشي واحد يفتخر بكم. فإذا راح نرجع، عندكم ملاحظة تعليق طلاب بنات؟ رسل، إيه رسل، احكي لنا رسل عافية. شفت هنتي على أمراض الكبد؟ شلون بالمستشفى لازم نسوي؟ شنو التحليلات؟ شنو اكو عليه من ننتبه؟ نعم. دكتور بحال ابو صفار مثل السجاره انه يبين اكو شحوب بالوجه، اصفرار بالعينين، نعم. هاي الحاله تنكشف بس بالدم مو صح دكتور؟ نعم تنكشف، تنكشف طبعا تحليل الدم يأشر عليها. قبل تحليل الدم هو الطبيب راح يلاحظ عليه علامات كثيرة. يكتشف العلامات السريرية اللي هو اصفرار العينين، شحوب بالوجه، حدان الشهيق. نعم هذه ممتازة، كلش معلوماتكم صحيحة. يشوفه مثلا يقابل يسخن. التحليل يحدد الأبصار اللي موجود. نعم نعم نغم، بعد ما نحدد انه العلامات السريرية اللي نشوفها مثلا الشحوب، قلة الشهية، تغير لون الإدرار، تغير لون الخروج، كلها. بعدين يسووا له فحصة الدم. فحصة الدم قلنا لها شيئين، يسوون فحوصات دم نسميها بايوكيمستري، يعني فحوصات كيميائية اللي هي مثل ما ذكرت نغم ومثل ما ذكرت رسل، انه ازقد نسبة البيلروبين بالدم، وهل هذه النسبة هي نسميها مباشرة بيلروبين ارتفاع دايركت اور اندايركت، مو صحيح؟ اكو نوع من البلوروبين يطلع دايركت لو اندايركت، كل واحدة تختلف. شي لاخ، بعدين يسووا له تحليلات سيرولوجيكال حتى يشوفون مثل ما قلت قال البنات بانه يجوز مصاب بفيروس، فيشوفون هذا نوع الفيروس اي نوع، سي بي، اي نوع من الفيروسات يكشفوها بالفحص السيرولوجي، فحصة السيرولوجي. كذلك مو كل واحد عنده اصفرار بالعينين وشحوب هو معناها عنده ابو التهاب الكبد فيروس، يجوز عنده تكسر بالدم، يجوز عنده تكسر بالدم يسبب هذا الشيء، عنده نوع من التكسر بالدم نسميه هيموليسيس، هيموليتيك انيميا، هذا ما له علاقه بابو اصفار، لكن هو له علاقه بفقر الدم. تكسر الدم قلنا البيلروبين، هن ناد البيلروبين هو يصنع الكبد من خلايا الدم الميتة والمتكسرة. هاي وين خلايا الدم الميتة متكسرة؟ وين تموت الخلايا الدم؟ تموت بالطحال. وإذا شفتوا اللي عرضت الفيديو كيف أنه الأوردة الوريد الطحال سبلينك فين يصب بمن يجي ويصب بالدورة البورتال سيركوليشن، فيستلم الكبد وياخذ هذه جزء اللي متكسر من كريات الدم الحمراء ويحولها من الهيموغلوبين الى بيلروبين، حول بالعمليات اللي شوفتكم اياها بالفيديو. بعد ملاحظات اخرى طلاب؟ ممتاز ممتاز جدا ممتاز جدا. نحاول نكمل طلابنا الاعزاء، نكمل. ممتاز ممتاز، اليوم مشاركاتكم ممتاز، واحد يفتخر بيها. نحاول نكمل على موضوعنا، نكمل موضوعنا ونشوف وين وصلنا. فاذا الان جاي يطلع عندكم هذا هو فحوصات، قلنا الفحوصات المختبريه تجريها المستشفيات، هذا فحوصات المختبريه، هذا هو الفحص، هذا فحص الهيباتايتس، فحص الهيباتايتس والاصابه بالكبد الفيروسي، شنو نوعه؟ مثلا هنا عندك هيباتايتس بي، هنا هيباتايتس بي، واضح؟ هذا نوع من الهيباتايتس بي، هذا المريض طلع انه اي هيباتايتس بي، اما انه مصاب او انه يحمل الفيروس، هم اثنيناتهم بالسيرولوجي معناها يجوز هو يحمل الفيروس، مو مصاب بالفيروس لكن حامل الفيروس، هذا هيباتايتس بي، هيباتايتس بي. هذا النوع الثاني مثلا هيباتايتس سي، هذا هيباتايتس سي، وهذا النوع اكتف، يعني كلش كلش اكتف. والتحليلات تختلف من تحليل الى الى تحليل. زين، هذا النوع من التحليلات. تفضلي عيني، تفضلي سلوى سلوى. هذا النوع من الهيباتايتس سي يعني يعتبر معدي، يعني شلون يكون معدي؟
يكون هذا يكون معدي، يعني معدي، يعني اذا صار ملامسه مع المريض، ملامسه مع المريض مثل هذه الملامسه من خلال تعرفين الفيروس ينتشر بكل الجسم، وهذا النوع من الفيروس انتشاره بالجسم كل الافرازات الجسم يمكن ان تصيب الانسان، يعني مو بالتنفس، هذا مو بالتنفس، وانما من خلال مواد، سواء مواد الغائطية، سواء مواد الإدرار، هذه المواد تنقل إلى إذا صار بها تلامس، ومثلا الأواني مختلطة، أو مثلا المطعم، أو مثلا الأشياء، يصير التهاب عن طريق الجهاز الهضمي، نسميها viral disease. وهذا وقسم من الهيباتايتس، قسم من أبو صفار، تنقل كذلك بالسرنجز، استعمال السرنجات، من القسم من السرنجات اللي هي مو استعمال واحد، يعني يستعملوها الناس عدة استعمالات، هذه سابقا تستعمل عدة استعمالات، فهذا تنقل نوع من الهيباتايتس اللي ينتقل ويصيب الإنسان. كذلك الناس اللي يستخدمون، تعرفين اللي يستخدمون قسم من المواد المخدرة، متعلمين عليها، والأبر والكبسلات وهاي الأشياء اللي عن طريق الإنجكشن يستعملها عدة مرات، فتشوفين هذول الناس أكثر معرضين إلى التهاب الكبد الفيروسي المعدي. هذا هو النوع من الهيباتايتس، وهذا النوع من الهيباتايتس تشوفين يوم الفحص مالته بالآر إن إيه، يعني هذا يسوي له جينيتك، يعني بي سي آر، بالبي سي آر، هذا الآر إن إيه معناها بالبي سي آر. ممتازة، سؤالك ممتاز. بعد أكو سؤال شيء آخر، مثلا يشوفون مو على الهيباتايتس، وإنما على مثلا يشوفون هذا عنده سيروسز لو ما عنده سيروسز، يشوفون نسبة أنواع من المضادات، يعني الأنتيبودي الموجودة عنده، مثلا إذا شافوا عنده الأنتيبودي أي، هاي كلها تحليلات سهلة يجروها بالمستشفيات، هذا بالمستشفيات، بس هذا التحليل الأشرة الآر إن هذا يهرد له تحليل بي سي آر. البي سي آر موجودة بالمراكز المستشفيات الكبيرة عالميا، موجودة في كل مكان، بس إنها بالعراق بالمراكز المستشفيات الكبيرة موجودة عندهم بي سي آر، لأن يعني الحقيقة هي أجتنا قبل كم سنة. عالميا تستعمل البي سي آر منذ سنين عديدة، وكل الفحوصات الجينية اللي تسمعون الآن على الكورونا والفاكسين مال الكورونا، هذه كلها صنع من خلال طبعا الجينيتك ستدي والبي سي آر، وكيف الار ان اي والدي ان اي، بس لكن مثلا الاي جي اي لا، هذه تحليلات موجوده من السابق. شو دللك على انه المريض موجود هذا سيروسز، يعني تشمع بالكبد عنده، وتشمع بالكبد نتيجه ايش؟ هذا نتيجه ادمان على الخمور. او مثلا اكو اخر اللي هو اي جي جي يرتفع عنده، معناها عنده اضطراب بالمناعه، نسميه قسم يصير عندهم اضطراب بالمناعه الاوتو اميون ديزيز، نسميه اوتو اميون ديزيز، وتاثر على الكبد. كذلك مثلا نشوف مثلا نسبه الفيراتين بالجسم، فالتحليلات هوايه، التحليلات اللي هي تهم الكبد هوايه مهمه، هوايه مفيده. ونشوف هنا هذا الأكيوت هيباتايتس، هذا الهيباتايتس اللي نحكي عليه، التهاب الكبد. شوف هذا التهاب، نشوف الانفلاماتوري انفلتريت شلون موجوده بالكبد، انفلاماتوري انفلتريت وين موجوده؟ الخلايا الالتهابيه غازوه الكبد، وتسوي أكيوت هيباتايتس. بينما بالكرونيك هيباتايتس بالحالات المزمنه الخلايا تكون لمفوسايت، نعرف قلنا بالخلايا بالالتهابات الحادة شو تكون؟ الالتهابات تكون نوع الالتهابية نيوتروفيل، عادةً نيوتروفيل، بس بالالتهابات المزمنة تكون لمفوسايت. الأكيوت ليفر إنجري الهيباتايتس مثل ما جاي يشوفون، هذه الأنواع مع الهيباتايتس، هيباتايتس فيرال هيباتايتس أنواعه، وشقد الانكيوبيشن بيريد مالته، ويصيب من يصيب الشباب مثلا، هذه الفئة تصيب الشباب، تصيب الشباب اليانج، ويكون فيكو اورال هيباتايتس، اكو انواع اخرى
ينقل بالدم، بالدم انواع تنقل بالدم، وانواع نسميها فيكو اورال. فيكو اورال يعني تنقل عن طريق ناكل فشي اللي هو مختلط، مختلط بملوثات الغائط، ملوثات الغائط. فالهيباتايتس قسم ينتقل عن طريق الدم مثل هاي بالانجكشن، وقسم لا اورو فيكال يعني المواد، المواد اللي هي ملوثة من خلال الغائط وغير الأشياء، هذه هيباتايتس. هيباتايتس كذلك الأميون ديزيز، الأميون ديزيز هم مهمة، الأميون ديزيز كذلك مهمة. هنا جاي يقول لك الفيروس وشون يصير بالفايرر، الفايرر ريبليكيشن، الفايرر ريبليكيشن كيف يتكاثر خلايا الفيروس بجسم الإنسان، يصير بها فايرال ريبليكيشن، فايرال ريبليكيشن، فتدخل لخلايا الجسم، تدخل لخلايا الجسم ومن ثم تتكاثر ومن ثم تنفجر وتطلع البكتيريا وتصيب خلايا أخرى، لكن الخلايا، الخلايا تموت. إذا إذا الإنسان عنده مناعة، إذا الإنسان عنده مناعة من تدخل هذه الخلايا يهاجمها، تهاجمها، تهاجمها خلايا المناعة وتقتلها. إذا ما عنده مناعة راح تتكاثر وتنتشر بكل جسم الإنسان. هذا النوع من الهيباتايتس اي، هذا هيباتايتس اي، هيباتايتس اي انفكشياس هيباتايتس، هيباتايتس اي معدي، هيباتايتس اي يكون هيباتايتس معدي وينقل بالفيكو اورال عن طريق المواد الملوثة بالغائط وتصيب الشباب، وتصيب الشباب. هذا هو الهيباتايتس اي، هيباتايتس اي اللي يكون معدي انفكشياس هيباتايتس. اما الهيباتايتس بي نسميه سيرم هيباتايتس، سيرم هيباتايتس هذا ينتقل بالدم، هذا ينتقل بالدم والكونتامينيتد انسترومنت، يعني مثلا انه انت عندك سرنجة مستعملها اخر وتجي يستعملها نفس الشخص والشخص يكون مصاب، فحتما ينتقل، ينتقل كذلك تنتقل بالهوموسيكشوال، هوموسيكشوال والسيكشوال اك شافوا انه بالانال سيكشوال يعني هذول اللي عندهم اللي احنا نسميه شذوذ والممارسات الشاذة تنقل لنا البي هيباتايتس، البي هيباتايتس اللي هو يصيب البلاد، سيرم هيباتايتس، سيرم هيباتايتس واضح. بعدين عندنا هيباتايتس سي، هيباتايتس سي كذلك هو سيرم هيباتايتس، هي سيرم هيباتايتس وينتقل بالمواد اللي كونتامينيتد، ملوثة ب، ملوثة بفضلات الدم، فضلات الدم واضح، ويصير بي كونتامينيشن، يصير كونتامينيشن ونسميه سي هيباتايتس. كذلك عندنا اي فايرال، اي فايروس ان نون اي نون بي فايروس، هذا هم نوع من الهيباتايتس، فهنا انواع عديده. وكذلك عندنا دلتا ايجنت اند اذر هيباتايتس فايرال، اذر نون هيباتايتس فايروس، انواع اخرى من الفيروسات اللي هي اللي هم تسبب، تسبب هيباتايتس بس هي مو النوع المعروف والمشهورة ونسميها دلتا هيباتايتس. فاذا، فاذا هذا هو الهيباتايتس. الاصابه الاخيره تصيب، الاصابه الاخرى تصيب الكبد مثل ما ذكرنا هي الالكوهوليك هيباتايتس، الاصابه، الاصابه الكبديه والتهابات الكبد وامراض الكبد نتيجه الكحول، نتيجه الكحول. ونعرف هذا الكحول من خلال الميتابوليك باثوي، ميتابوليك باثوي، ونشوف الكحول ايش يسوي لنا، استيموليت كولاجين، راح يحفز، يحفز الكولاجين سينثيسيس بالليفر، يحفز تكوين ماده الكولاجين، ونعرف الماده الكولاجين راح تسوي لنا الانسجه الرابطه، وتكاثر الانسجه الرابطه في الكبد معناها كسر كل خلايا الكبد ويصير تشمع، ويصير تشمع وتليف بالكبد، هذا نتيجة الكحول، نتيجة تناول الكحول. كذلك تناول الأدوية، الأدوية يسوي لنا هيباتايتس، بعض الأدوية يسوي لنا هيباتايتس ويسوي لنا تأثيرات سلبية، 10% من هذه الدراج يسوي لنا، يسوي لنا تأثيرات سلبية خاصة، خاصة على الكبد. ومن هذه الأدوية اللي تأثر على الكبد وتصيبه ويسوي لنا التهابات كبدية ويسوي لنا تكسر وضرر بالكبد هي الباراسيتامول، حبوب الباراسيتامول اللي ناخذها الوجع على الراس، فاذا زاد الدوز مالتها تسوي لنا هيباتايتس. كذلك بعض الادويه، بعض الادويه اللي، اللي تستخدمها مثلا الميثايل تستوستيرون، اذا زاد الحدود هذه الباراسيتامول او ميثايل التستوستيرون عن الدوز المعين
راح تسوي لنا كذلك هيباتايتس. بعدين انسداد القناه البليري اوبستراكشن، انسداد القناه الصفراويه اكيوت اوبستراكشن، هذا همين راح تاثر لنا وتسوي لنا اذا انسدت القناه الصفراويه راح تسوي لنا حصات الكلى. حصات الكلى تتميز بانه راح تسوي لنا الم شديد، الم شديد بالبطن نتيجه المراره، نتيجه المراره والحصوه المراره، ونسميه التهاب مجرى المراره نسميه كولنجايتس. وهذا اذا ما تعالج قد يؤدي لنا الى، قد يطيب ولكن قد كذلك يؤدي لنا الى خراج الليفر، خراج يتكون بالليفر. اما الكرونيك هيباتايتك انجري يعني التهابات الكبد المزمنه، همين كثيره التهابات الكبد المزمنه، كل امراض الهيباتايتس، هذه الهيباتايتس قد تتحول من حاله، من حاله حاده الى حاله مزمنه، من حاله حاده الى حاله مزمنه. كذلك الايرون اذا زادت نسبه الايرون يعني الحديد، نسبه الحديد اذا زادت بالجسم قد يسوي لنا اوفرلود، قد تسوي لنا اوفرلود وتسوي لنا هيباتايتس. كذلك بعض الادويه وكذلك اضطرابات المناعه قد تؤدي لنا الى اضطراب والى ليفر انجري، الى ليفر انجري. فاذا هذه بعض الامور. اما تشمع الكبد سيروسيس هيباتس يعني تشمع الكبد نتيجه التهابات، وخاصه التهاب الكبد الفيروسي، التهاب الكبد الفيروسي البي فيروس والسي فيروس قد يسبب لنا تشمع الكبد. كذلك تشمع الكبد يصير نتيجه الكحول، تناول الكحولات، كذلك نتيجه اضطراب المناعي قد يسوي لنا، واكو امراض اخرى نسميها ويلسون ديزيز. وهذا المرض راح يسوي لنا راح يسبب لنا اضطراب بالشكل النسيجي والتركيب النسيجي والتركيب الاركيتكتشر، الهيكله للكبد راح كلها تتغير، ونتيجته بانه الكبد ما يقوم بعماله الصحيحه، وراح تزداد بالتليفات. فاذا هذه معظم الامراض اللي تصيب، اللي معظم الامراض اللي تصيب الكبد. والان اكو ملاحظه، اكو شيء شباب تحبون تسالون شيء اذا ما عندكم محاضره اخرى؟ نعم رس. لا دكتور ما عندنا شيء، تسلم، كانت واضحه المحاضره. اكو ملاحظات اخرى شباب؟ متشكر منكم. لا تمام، كله تمام واضح. متشكر من جنابكم، فشي واحد يفتخر بيكم، يفتخر بيكم. شكرا جزيلا. نلتقي بالعمل ونتناقش. شكرا جزيلا، see you next time in the lab. العمل بثلاثة حسب ما حددكم الجدول مع الكلية. تمام دكتور، بثلاثة محددكم الجدول، احنا عليه اذا تنطف الكهرباء شي، بس احنا نظل على الساعة بثلاثة. شكرا جزيلا. تمام دكتور، شكرا. شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله.